واخا نعطيك واحد الكيك بريسي زوين تبعو السيدة تدريجيا كيحمر الوجه. نديرو جوج بيضات، كنديرو 50 ملاليتر ديال الحليب، 60 ملاليتر ديال الزيت، 50 غرام فرماج حمر محكوك، كناخدو 25 غرام ديال السدر ديال البيبي، هادو راه مراحل مدخن فيمي، كنقطعوه رقيق بزاف، 4 غرام ديال الخمارة، و 80 غرام ديال الطحين، كنجمع هادشي كله. الخميره ديما في الاخر، هي من ضمن نصائح الخميره الناس كيديروا في الاول كيبردوا، هي اخر حاجه في هذا الخليط فيه خميره حمراء ديال الحلوه. ايه 4 غرام ياك. ايه ما خصوش يجي عليه حيت هو بريستيج، خاصو يجي في البلاطو ما يجيش. واخا تعاودي لنا المقادير، قلتي لنا جبيضات و50 ملل ديال الحليب. ايه 60 ملل ديال الزيت، 60 ملل ديال الزيت، و50 غرام فرماج حمر، و25 غرام صدر ديال البيبي مدخن، قطعوه رقيق بالقطعه رقيق، قطعوه بحال الخشيبات، نعاودو نقطعو مربعات رقيقين، و4 غرام ديال الخماره، و80 غرام ديال الطحين. ايه وكنجمعو هادشي كلشي، كنديرو الخماره في الاخر، كنديرو في مولات صغيورين ويكونوا بلا ماشي داكشي عالي حيت غنديرو فوقو حاجه اخرى. واخا كندخلو الفران، كندوزو للطبقه المقرمشه، كناخدو 200 غرام صدر ديال الدجاج، كناخدو معلقه صغيره ديال السكينجبير، كناخدو الثومه غبره، معلقه كبيره ديال المطرد، كناخدو صفر بيضه، وربعات المعالق كبار معدنوس، خاصو يكون مغسول بنهار قبل ومقطع رقيق. شنو هو المعدنوس؟ المعدنوس اللي كانوا فيه العواد نحيدوهم بزاف، نديرو عليك الروس رقوقان باش يجي طري. كنديرو مليحه، وكنديرو البزار، وكنديرو العريسه ولا السودانيه، وكنديرو ربعه ديال الكنافه، كنفكوها انا نوري الطريقه، وبيض البيض باش نلصقوها، كنطحنو الدجاج مزيان كفته، وكنجمعو جميع المقادير، صفر البيض والعطريه وكلشي كنجمعو، وكنديرو كويرات غير صغيورين، وكنمرمدو في بيض البيض، وهاديك الكنافه ندهنوها بالزبده والزيت، ونديرو فيها مليحه وبزار باش تجينا بنينه، بعض المرات كتاكليها ما كتجيبش الزبده، وكنلويهم كندخلهم للفران. كويرات بحال كنصاوبو حلوه اللوز بهاد الكنافه، كندوزوها في بياض ديال البيض وكندوزوها في الكنافه. ايه كتجي كره زوينه، ونديرو بحساب نديروها صغر من هذيك الحلوه اللي درنا في السيليكون، هذاك الكيك المالح. ملي كتخرج من الفران كنقبطو هذيك الكره اللي في الدجاج مكره، كتخرج مقرمله ومقرمشه، كنتكوها بالعود ديال كيردون، وكنضغطو عليها فوق الكيكه، فوق الكيكه كتجي بول بحال هذاك البغيلوش اللي فيه الراس. ايه وكنديرو اما زيتونه، ولا نديرو زيتونه وطريف الكورنيش ومربعات، اما سيريس وكنحطها في البلاطو، سا ديبوش من المناسبه ما عيش غنقدمو هذا، كتجي زوينه. أيه. ورائعه، يعطيك الصحه، والطريقه ديالها سهله، زوينه زوينه، والمنظر عرفتي زوين، يعني وملي تحطها السيده قدامها تزيد فيها بزاف الحوايج، توكا ومالح، دير شويه ديال المايونيز دانو في الجناب، يعني تلعب بها كيما بغات، ديرها في الموز ديال التاج كتجي منقوشه، يعني لها الاختيار، ملي تحطها المره الاولى غتبدع فيها. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه فاطمه.